بعد أخطاء التوزيع بنتكلم على أخطاء الحساب، وبنبدأ بالخطأ الأول اللي هو المبالغة بعدد الكشافات. فكتير منشوف أنه بيحطوا المسافة 1.2 متر، بينما الأفضل أنه يكون المسافة لا تقل عن مترين أو بما يقارب من مترين، ممكن من 1.80 إلى 1.40 متر، وهي بشكل وسطي. منشوف أنه بدل 16 داون لايت نحن فينا نستخدم 6 داون لايت والإنارة بالغرفة تكون كافية. الخطأ الثاني وضع مستوى واحد بكامل الغرفة، هذا الشيء بيؤدي على الجو بيكون كئيب، بينما نحن لما نخلي الإنارة المركزة أو إنارة أقوى على الأشياء تطلع بطريقة أجمل من لما نخلي المستوى بطريقة كاملة بمستوى الغرفة. هذا مثال تاني، نفس المستوى بالغرفة لكن هذا مستوى مختلف، فمنشوف الصور والنبتة ظهرت بطريقة أجمل لأنه في إنارة. وجود إنارة قوية ومركزة مسلطة على بعض عناصر الجذب بيخليها أجمل، فالنباتات والصور أجمل من الصورة هي لأنه كانت الإنارة غير متساوية. تساوي الإنارة بيخلي الغرفة تفقد هذا الشعور الجميل اللي هو شعور إظهار عناصر الجذب بطريقة أوضح. والخطأ اللي بعده هو عدم ترك مسافة كافية للإنارة المخفية، فمنلاقي مسافة كتير صغيرة ما انتشر الضوء، نفس الغرفة منشوف انتشر بطريقة أوضح لأنه تركنا مسافة 15 سنتي، بهذا المثال أكثر من 20 سنتي، لكن 10 سنتي أو أقل غير كافية. ومننتقل للخطأ اللي بعده، عدم ترك مسافة كافية للإنارة المركزة، فمنشوف أنه أربى سبوت لايت بطريقة عشوائية ما نور الصور، لكن لما أترك مسافة كافية بمقدار دي حسب ارتفاع السقف، فعندي 3 أمتار، فإذا عندي 3 أمتار مثلا ممكن تكون 850 ملي أو 85 سنتي، عندي 4 أمتار ممكن تكون 1.40 متر حسب الارتفاع، طبعا هذا باعتبار ارتفاع الصورة 1.5 متر. وبالتالي الأغلب الارتفاعات اللي هي 3 أمتار ممكن ناخد 75 سنتي إلى 85 سنتي، فينا نعتبر 80 سنتي كحل وسطي لإنارة الصور. والخطأ الأخير هو استخدام كمية ضوء واحدة لجميع غرف المنزل، فمنشوف أنه مطبخ نشاط عالي وغرفة معيشة النشاط يكون متوسط، ممر نشاط خفيف، لوجود كمية واحدة في هدر للطاقة. فينا نقسم المناطق المسكن إلى 3 مناطق رئيسية، منطقة نشاط عالي، منطقة نشاط متوسط، ومنطقة نشاط خفيف. الممرات أنا مو محتاج فيها إنارة عالية، ممكن خلي كمية الإنارة أخف. النشاط المتوسط ممكن أختار مثلا 800 لومن، والنشاط العالي ممكن أخذ مثلا لحد 2000 لومن، وبالتالي أنا بوفر فيها توفير بالكهرباء وفيها استخدام أمثل، وحتى خليت شكل الإنارة بشكل أجمل بمستويات مختلفة. ملخص أخطاء الحساب الخمسة، المبالغة بعدد الكشافات، وضع مستوى واحد من الإنارة بدون وضع إنارة مركزة، عدم ترك مسافة كافية للإنارة المخفية، عدم ترك مسافة كافية للإنارة المركزة الجدارية، واستخدام كمية ضوء واحدة لجميع غرف المسكن. يلي حابب يشوف الصور الأخطاء القديمة أو الجديدة راح أحطها بحسابي بالإنستغرام، بحيث أنه يمر عليها بطريقة سريعة، هي والأخطاء القديمة والأخطاء القادمة اللي حتكون بالحلقة القادمة بإذن رب العالمين. حسابي بالإنستغرام هو عزة بارودي، ونفس الحساب هو موجود بتويتر أزت بارودي. بالإنستغرام مثل ما ذكرت راح أحط الصور الحالية وموجود الصور السابقة، وإلى اللقاء مع الأخطاء الأخيرة، الأخطاء الاختيار، اختيار كشافات الإنارة.